كشف ممثلو جامعة أوكسفورد إلى جانب شركة جرافيكا للبحوث والتحليل كشف عن أدلة جديدة تثبت تورط روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. جاء ذلك عقب دراسة وتحليل أنشطة وكالة أبحاث الإنترنت الروسية والصفحات المزيفة والتي كشفت أن العملاء دفعوا مقابل نشر الإعلانات بالروبل الروسي واستخدموا أرقام الهواتف الروسية إلى جانب سجلات أجهزة الكمبيوتر التي أظهرت عناوين الآي بي المسجلة في سانت بطرسبورغ حيث مقر وكالة أبحاث الإنترنت الروسية. ويقول المحللون إن جميع الرسائل في الشبكات الاجتماعية تم إنشاؤها بشكل واضح لصالح الحزب الجمهوري وتحديدا لدونالد ترامب الذي تمت الدعاية له في معظم الأحيان في الحملات الإعلامية التي تستهدف الناخبين من المحافظين واليمينيين.